انا عايزه بس اسالك حاجه، عشان انا جالي خبر تاني حلو. يعني واضح انه ربنا يعني استجاب لدعوتك اكيد ودعوه الناس اللي بتحبك. الله قبل ما يسلمك. اقول لك الخبر، قولي هو الكرسي ممكن يغير ايه في يومك؟ ممكن يغير حياتك ازاي؟ هيخليني اطلع بره باستمرار ونفسي اتفتح للدنيا، لان طول ما انا قاعد في البيت احس ان المرض بيسيطر عليا. طيب نفسك هتتفتح للدنيا يا كابتن علاء، لانه دلوقتي جالي تليفون على الهوا، زمالي بيقولوا لي جالهم تليفون في الكنترول، الاستاذ هاني العتال رئيس مجلس اداره قناه اي تي سي كان بيتفرج علينا دلوقتي، واتفرج على التليفون اللي احنا عاملينه معاك، وهو بيهدي لك هذا الكرسي الكهربائي كمان، يعني شكرا هيبقى ليك، كرسي احدث موديل. شكرا ليك، شكرا لحضرتك. ولا الشكر ليه، هو يعني الحقيقه شكرا والله للاستاذ هاني العتال السرور على السرور سرعه استجابته السرور لينا، لبرنامج مصر جديده، وللبطل المصري الكبير الله، الكابتن علاء احمد بطل رفع الاثقال. نشكر الاستاذ هاني العتال اللي هيوصل لحضرتك شكرا الكرسي الكهربائي لحد عندك. احنا هنيجي شكرا نصور معاك لحضرتك، يا كابتن علاء. شكرا لحضرتك، شكرا. الف سلامه يا رب. يسترهولي والنهارده يسترهولي، هنوصل له ده، هو بيتفرج علينا دلوقتي، ربنا يسترهولي. واحنا هنوصل لك الكرسي لحد عندك، وهنصور معاك واحنا معاك لغايه كده ما نشوفك جاي لنا ماشي على رجليك في الاستوديو، يا رب نحتفل بيك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. يا كابتن علاء انت عارف انت صورة جميلة جدا، انا بحب اتوقف عند الناس الجميلة دي، الشباب المصري اللي بيكافح ومش مستني حاجة. انت بتكافح وكافحت واشتغلت واشتغلت على نفسك وشرفت مصر، يعني مش بس انت مجرد انك قعدت تشتغل وكده، لا ده انت بتشتغل علشان عندك هدف في حياتك، مش بتشتغل في الفراغ اللانهائي، لا انت بتشتغل عشان عندك هدف، وهدف كبير أيوة. بتسعى له انك تاخد بطولات مهمة زي اللي حضرتك كلمتنا عنها. وانا عارفة حضرتك يعني تعبان فمش قادر تقول كل الانجازات اللي عملتها، ولكنك بطل رياضي مصري من العيار الثقيل اللي محتاجين بجد كلنا كل أجهزة الدولة تقف وراه، لأنه هذه العناصر الجميلة ما ينفعش أبدا نسيبها كده في مهب الريح، ما ينفعش إنها تروح لدكتور يعني صغير، لا إحنا محتاجين كونسلتو زي ما عملت كده وزارة الشباب، محتاجين وزارة الصحة كمان تدخل معانا على الخط، محتاجين الدولة بمسؤوليها أنا عارفة بيحبوا النماذج المصرية الأصيلة اللي دايما بترفع راسنا جوه مصر وبره مصر. احكي لي ولادك عندهم كام سنة؟ أنا عايزة أتعرف عليك أكتر النهاردة يا كابتن علاء عندي عقبال ما محمد، نجيلك لحد عندك. عندي محمد داخل أولى ثانوي، وعندي كرم 12 سنة ستة ابتدائي، وعندي عادل 10 سنين 11 9 سنين، عادل 9 سنين داخل خمسة، أبطال أبطال قادمين، أنا شايفة أولادك هيبقوا أبطال قادمين إن شاء الله. وعندي النور بنوتة صغيرة 2 ونص. ربنا يخليها لك يا رب، الله يخليك، ربنا يخليهم لك، وأنا بشكرك بجد، وربنا هو يعني جبر بخاطرك وجبر بخاطرنا إن إحنا قدرنا نساعدك يا كابتن علاء. هنكون موجودين معاك وهنتابع معاك لغاية بإذن الله اليوم اللي جيلنا فيه ماشي على رجلك للاستوديو، ونحتفل كده نعمل حفلة كبيرة ونحتفل مع بعض. شكرا ليك كابتن علاء احمد بطل رفع الاثقال المصري، وبنشكر طبعا اي مسؤول يهتم بهذه النماذج الجميله.